علاج انزلاق مشاش رأس الفخذ. انزلاق مشاش رأس الفخذ هو إصابة تحدث عند المراهقين، حيث تتضرر صفيحة النمو وينزلق رأس الفخذ إلى الأسفل والخلف من عنق العظم عبر صفيحة النمو، وهي المنطقة الأضعف في العظم. لقد شرحت في فيديو سابق ما هو انزلاق المشاش، أسبابه، أعراضه، أنواعه، وكيف يشخص. في هذا الفيديو سأتحدث عن العلاج والتعافي وأهم المضاعفات. إن علاج انزلاق مشاش رأس الفخذ جراحي بمجرد تشخيص الانزلاق. قبل إجراء الجراحة يجب منع الأطفال المصابين بالانزلاق من تحميل الوزن على الطرف المصاب، ويجب أن يتلقوا استشارة جراح عظام بشكل عاجل. يجب قبول المرضى الذين يعانون من الانزلاقات الحادة غير المستقرة في المستشفى لتلقي العلاج بمجرد تشخيص الحالة. قد يكون دخول المستشفى والراحة في الفراش ضروريين أيضا للمرضى الذين يعانون من الانزلاق ثنائي الجانب في الوركين، سواء كان حادا أو مزمنا. الهدف من الجراحة هو تثبيت المشاش لمنع المزيد من الانزلاق وتجنب المضاعفات. في الحالات الشديدة من المهم إجراء الجراحة في نفس يوم التشخيص، لكن بما أن معظم الانزلاقات ثابتة يمكن أن تنتظر من 3 إلى 14 يوم للعلاج الجراحي. الخيار الأمثل لتثبيت الجراحي في الانزلاقات المزمنة والثابتة بغض النظر عن شدتها هي استخدام برغي مقنع واحد يوضع في وسط المشاش. في هذا الإجراء يمرر الجراح برغياً عن طريق الجلد من جانب الجزء العلوي من عظم الفخذ عبر عنق الفخذ وعبر صفيحة النمو إلى الجزء الكروي لعظم الفخذ. يمنع البرغي المشاش من الانزلاق بعيداً عن مكانه. يفضل بعض الجراحين استخدام أسياخ كيرشنر، حيث يعتقدون أن البراغي يمكن أن تزيد من خطر الانغلاق المبكر لصفيحة النمو، ويمكن أن تؤثر على إعادة قولبة عظم الفخذ القريب، مما يؤدي لاحقاً إلى اضطراب نمو العظم. عادة ما يكون التثبيت عبارة عن تثبيت في المكان، أي بدون محاولة رد، لأن محاولات الرد ترتبط باحتمال حدوث نتائج سيئة على المدى البعيد. التثبيت في المكان باستخدام الأسياخ أو البراغي عبر صفيحة النمو مناسب في الانزلاق الثابت وغير الثابت مع تشوه أقل من 30 درجة وفي الورك المقابل الطبيعي وقائيا. يجب إجراء التثبيت الوقائي بشكل أكيد للورك الطبيعي شعاعيا وسريريا عند مجموعة مختارة من المرضى كالأطفال الصغار جدا وفي حال وجود اضطرابات في الغدد الصم والمرضى الذين يعانون من السمنة وأولئك الذين يعتقد أن متابعتهم صعبة. في الوقت الحاضر يتزايد الإجماع حول التثبيت الوقائي الروتيني نظرا لأن احتمال حدوث المضاعفات المرتبطة بهذا الإجراء يعتبر أقل منها في حال حدوث الانزلاق. تتطلب الانزلاقات الحادة غير الثابتة الأكبر من 30 درجة رد تشريحي لاستعادة تشريح الورك وتقليل خطر النقرة الجافة. يمكن التأكيد على أن إجراء الرد الجراحي المفتوح آمن وفعال. يقوم الطبيب أولاً بإجراء شق جراحي مفتوح إلى الورك، ثم يقوم بلطف برد رأس عظم الفخذ إلى وضعه التشريحي الطبيعي وتثبيته ببراغي. يدعى هذا الإجراء بخلع الورك الجراحي، إجراء دان المعدل. يجب عدم التفكير بالرد المغلق للانزلاقات الشديدة لأنها تزيد من احتمال انقطاع التروية الدموية. التعافي بعد الجراحة. سيخبرك الطبيب عن الوقت المتوقع للأطفال حتى الشفاء التام. يختلف من طفل لآخر اعتمادا على العديد من العوامل بما في ذلك شدة الانزلاق ونوع الجراحة التي تم إجراؤها. بشكل عام سيحتاج الطفل إلى عكازات أو مشاية لمدة تصل إلى حوالي 4 أسابيع بعد الجراحة في الانزلاق الثابت ولمدة 6 إلى 8 أسابيع على الأقل في الانزلاق غير الثابت. بعد هذه الفترة يتخلى الطفل عن العكازات ويعود إلى الأنشطة اليومية تدريجيا. سيعمل الطفل مع معالج فيزيائي للمساعدة على تقوية عضلات الورك والطرف وتحسين مجال الحركة. اعتمادا على شدة الانزلاق قد يعود معظم الأطفال إلى ممارسة الرياضة بعد حوالي 6 أشهر من الجراحة، ومع ذلك نوصي بعدم السماح بالعودة إلى الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي حتى تنغلق صفيحة النمو. سيراجع الطفل طبيبه بزيارات متابعة لمدة 18 إلى 24 شهر بعد الجراحة. تشمل هذه الزيارات إجراء أشعة سينية بسيطة كل 3 إلى 4 أشهر لمراقبة انغلاق صفيحة النمو وعدم حدوث أي مضاعفات. لا تشفى صفيحة النمو في غضون عدة أشهر ويستمر الوضع غير المستقر حتى تنغلق صفيحة النمو. نظرا لخطر عودة حدوث الانزلاق لا يجب إزالة تثبيت المشاش المنزلق في الورك إلا بعد انغلاق صفيحة النمو
يجب متابعة جميع الأطفال الذين يعانون من إصابات أحادية الجانب ولم يجرى لهم تثبيت وقائي في الطرف السليم عن كسب من قبل جراح عظام لمنع التأخير في تشخيص الانزلاق في حال حدوثه في الطرف السليم. يجب إجراء فحوصات متكررة للورك السليم المقابل خلال أول عام إلى عامين بعد التشخيص الأولي. يجب أن تستمر المتابعة الدقيقة حتى ينتهي الطفل من النمو. بالإضافة إلى ذلك، يجب توجيه المرضى وأولياء الأمور لطلب الاستشارة الطبية فوراً إذا ظهرت أي أعراض للانزلاق. المضاعفات: النخر اللاوي عائي لرأس الفخذ. في الحالات الشديدة قد يقطع الانزلاق التروية الدموية لرأس الفخذ، يمكن أن يؤدي هذا إلى انهدام تدريجي ومؤلم للغاية في الرأس. هذه الحالة تسمى النخر اللاوي عائي أو النخرة الجافة. للأسف تعتبر النخرة الجافة إلى حد كبير من المضاعفات الشائعة والتي لا يمكن تجنبها في كثير من الأحيان في الانزلاق. عندما ينهدم العظم يتخرب أيضا الغضروف المفصلي الذي يغطي سطح العظم. بدون هذا الغضروف الأملس تحتك العظام بعضها ببعض مما يؤدي إلى التهاب مؤلم في المفصل. نظرا لأن علامات النخرة الجافة قد لا تظهر على الأشعة السينية حتى 12 إلى 18 شهر بعد الجراحة، سنحتاج لمراقبة المريض بالأشعة السينية خلال هذه الفترة. تشمل عوامل الخطر المرتبطة بحدوث النخر اللاوي عائي الانزلاقات غير الثابتة مع انفصال المشاش عن العنق، التأخير في الجراحة، شدة الانزلاق، العمر الأصغر، وقصر مدة الأعراض البادرية. يمكن أن تحدث أيضا كإحدى مضاعفات الجراحة. انحلال الغضروف: انحلال الغضروف هو اختلاط نادر لكنه خطير لانزلاق المشاش. في هذه الحالة يتخرب الغضروف المفصلي الموجود على سطح مفصل الورك بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى الشعور بألم وتشوه وفقدان دائم للحركة في الورك المصاب. يمكن أن يحدث انحلال الغضروف في الانزلاق غير المعالج أو يتطور بعد الجراحة، يحدث فيما يصل إلى 2% من الحالات. ارتطام المفصل: قد يتسبب الانزلاق أيضا في حدوث الارتطام في مفصل الورك نتيجة للتغيرات في شكل عظم الفخذ. قد يترافق الارتطام بألم في الورك أو تحدد مجال الحركة، مما يحتاج لإجراء جراحة إضافية. يتعرض جميع المراهقين لخطر الإصابة بالتهاب الورك التنكسي بغض النظر عن درجة الانزلاق.